مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا، لقاء خاص اللي بنتحدث فيها عن أمور بتهم الجالية. اليوم معاي شخصية مهمة جدا من بنات الجالية اللي بنفتخر بوجودها بيننا. أتشرف بوجودها معاي اليوم على منصة كنار تي في صوت العرب في كندا. أهلا وسهلا دكتورة رجاء مشعل. أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير دكتور جمال على استضافتي بالبرنامج. الشكر إليك دكتورة اللي أعطتينا وقت، أنا عارف أنك very busy، لكن الموضوع مهم جدا جدا جدا، وهو اللي متكلم فيه اليوم اللي هو تصوير العرب في السينما العالمية أو الغربية بالذات. طبعا كلنا بنعرف دكتورة أنه السينما الأمريكية أو هوليوود واحدة من أكبر الصناعات في العالم اليوم، وتحولت صناعة السينما إلى سلاح ناعم تواجه به بعض الدول خصومها وأعدائها أو حتى الأشخاص اللي بدها تحط عليهم ميزة خاصة. تعمل هوليوود دائما للترويج لأفكار معينة لسياسة أمريكا الخارجية، وطبعا دائما كان في عدو في السينما. هاي ابتدأت أيام الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، والآن انتهت بالعرب والمسلمين. دكتورة أنا عارف أنه عندك كتير ريسورسز، فأنا بدي أعطيك المايك وما ححاول أتدخل كتير إلا لما يكون عندي أسئلة. تفضل. تسلم، شكرا كتير. أول شيء بس خليني أعطي بريف انترودكشن أحكي عني أنا. تفضل. أنا حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة دالهاوسي في علم خلايا الأعصاب، وبعدها كمان تخصصت أكثر اللي منقلها بكندا بوست دكتورال فلو في علم خلايا المناعة. وبس خلصت البوست دكتورال أنا توظفت كمديرة مختبرات مسؤولة عن المنطقة الأتلانتيك ريجن، وكنت كمان بروفيسور بجامعة دالهاوسي بنوفا سكوشيا. سو أنا جاية لكم من 9 سنين من نوفا سكوشيا. هلأ أنا عندي كتير اهتمامات وباشن كتيرة في الحياة، أكترها اللي هي العلاقات العائلية بين الأولاد والأطفال في المهجر، وكيف إنه إحنا أساعد بالتوطين وخلي الإنسان يكون مبسوط في حياته. فعشان هيك أنا عندي 3 كتب، 2 منها أوريدي طلعوا، 1 هلأ أنا اتأخر من تحت راس كوفيد، بس كلها بحكي فيها على كيف الإنسان ممكن يغير طريقة التفكير تبعته اللي هي mindset، وكلها بتحكي على الإيموشنال والمنتل والبيينج، لأنه هاي الأشياء هي اللي بتخلينا يا سعداء يا إما تعساء بحياتنا. فاليوم أنا هحكي أو أعرف حالي بطريقة تانية اللي هي أعمل توعية على المجتمع العربي. فأنا بالفترة والآونة الأخيرة عم بعمل تدريب ودورات تدريبية لجمعيات بالسوشيال فيلد، منها لك جمعية حماية الأطفال، لأنه عندنا صار انفلكس رهيب، أو في كتير من العرب أكبر هجرة من 40 سنة صارت بال2016 لما جبنا الرفيجيز السوريين من خارج كندا، والجالية العربية من أسرع الجاليات نمواً في كندا كلياتها. فطبعاً مع وجود جالية عربية جديدة لسه بتصير في كتير تحديات، الحكومة نفسها عم بتواجه تحديات، في تحديات اجتماعية كتيرة. فعشان هيك أنا هلأ كمان أخفف وأدرس وأعرف المجتمع الكندي بالعادات العربية وبالمجتمع العربي، عم بعمل دورات تدريبية بهذا المجال. وهلأ حابة نحكي، وشكراً كتير لك إنه أعطيتني الفرصة إنه نحكي بهذا الموضوع، لأنه كمان الهدف تاعي أنا ما فينا إحنا ندرس أو نعلم أو ننشر توعية لطرف معين. إذا بدنا نشتغل لازم نشتغل على الطرفين، المجتمع العربي والمجتمع الكندي. فاللي ليش
أهمية الموضوع تاع اليوم. يعني إحنا أنا مني شو اسمه خبيرة بالأفلام تبعت هوليوود، although أنا فزت بجوائز ككاتبة سيناريو لأفلام وعندي هاي الشغلة يعني الاتجاه، بس اليوم اللي بدي أركز عليه إنه إحنا كمجتمع عربي صغير لسه جداد بكندا، يعني 75 من العرب من بالمية من العرب اللي اجوا على كندا اجوا بين 1991 و2001، سو عم نحكي احنا مجتمع لسه صغير ومنعاني كتير من صعوبات وتحديات اكثر ايفن من الجاليات اللي باقيه، لانه كعرب عندنا كتير حواجز لاحنا انه ننجح. فأنا عم شور الناس حتوافقني، عنا صعوبات اللغة، عنا صعوبات التعليم، عنا صعوبات بأنه إحنا يقبلوا الكريدنشلز تبعتنا والتعليم تبعنا من خارج كندا. بس I think أكتر الناس ما بتفكر كمان في صعوبات موجودة بالسيستم نفسه مبنية كمان ضد العرب، أو ما بدي أقول ضد العرب بس هي هيك السيستم، في أشياء معينة بتخلي إنه الانتجريشن تبعنا التوطين تبعنا أصعب كمان، لأنه جاي من الموضوع اللي إحنا هنحكي اليوم فيه اللي هو الناس كيف بتفكر بالعرب. يعني إحنا عم نحكي يس هنحكي على الأفلام وحنحكي كيف التصوير العربي بالسينما الأمريكية، بس أنا من اللي حأورجيكم إياه اليوم بالبرزنتيشن اللي حنعملها حتشوفوا قديش تأثير السينما بالعالم كله. فلو سمحت بس بعد إذنك دكتورة بدي أذكر الجميع أن دكتورة رجاء عندها يوتيوب شانل في شغلات رائعة جدا، بحبزكم كلكم تروحوا على هذه القناة تعملوا سبسكرايب لها وتحضروا الأشياء اللي موجودة، كتير كتير في شغلات رائعة. يعني أنا من المتابعين أول بأول للدكتورة، فإن شاء الله بتقدروا كمان أنتوا تستفيدوا من هاي الخبرات اللي هي جاي بين يديكم مجاناً. يعني شكراً كتير دكتور جمال، شكراً كتير. الشانل سهل اسمها راجا RAJA Talking Life، إنه أنا بحكي فيها عن الحياة، عن كيف إنه إحنا نتخطى على المصاعب اللي في حياتنا، وأهم إشي تطوير الذات والتنمية البشرية. نعم. فخليني أنا بس بدي أسأل، علشان إحنا ما عندنا وقت كتير اليوم، بس أنا بدي أحكي باسم كم فيلم. خلينا هذا السلايد لتك دكتور جمال، خلينا أسألكم على أفلام معينة حقولكم أسميها وأنا متأكدة كتير أنتوا شفتوها، إذا مش أنتوا أطفالكم أولادكم. سو خليني أبدأ ببعض أفلام زي ديزني، الأفلام تبع ديزني. عندنا مثلاً فيلم مشهور كتير علاء الدين، علاء الدين right؟ طبعاً. مشهور على الآخر وطلع منه كذا فيرجن صح؟ صحيح. عندك علي بابا، علي بابا، علي بابا معروف كمان right؟ طيب مين فينا ما شاف الفيلم True Lies تبع أرنولد شوازنيجر؟ طبعاً طبعاً أرنولد. هذا الفيلم منه قديم كتير بال94 1994. ذن عنا فيلم إيش اسمه يا ربي، هذا الفيلم تبع إنديانا جونز، شو اسمه دكتور جمال تذكره الممثل؟ هم إنديانا جونز ثلاثة. أوكي. هو عامل Raiders of the Last Ark بال1981. أوكي. بعدين عندنا فيلم اسمه Gladiator طلع بال2000 طبعا. بعدين عندك فيلم اللي أنا ما كنت متوقعة إنه يكون في أي إشي مسيء للعرب لأنه كلنا شفناه وكوميدي ومنضحك عليه، اللي هو Father of the Bride اللي هو الثاني، الفيلم الثاني انعمل بسنة 1995. So هلأ هدول الأفلام أم شور كلنا شفناهم وما شفنا فيهم إشي إنه إشي والله يعني عم بيسيء للعرب أو بيشوه سمعتنا، خاصة أفلام الأطفال. بالعكس إحنا منتفرج مع أطفالنا وأولادنا على هيك أفلام. فعشان هيك أنا اليوم حابة أعطيكم فكرة عن أفلام هوليوود وكيف تأثيرها الرهيب، واليوم اللقاء كله حيكون بس على السينما، لأنه أنا ما حأحكي على الكرتون ولا على المجلات تبعت الفكاهة والكرتون ولا على
التلفزيون ولا أي إشي تاني، بس بدنا نحكي عشغلة بسيطة كتير اللي هي السينما. خليكم تشوفوا شو تأثيرها علينا كعرب وكيف بتساهم بإنه إحنا أصعب نكون عنا نلاقي شغل وإنه ما يكون في تفرقة ضدنا. هلأ عشان هيك لازم نلاقي طريقنا إحنا ونشوف شو العدسة اللي الناس بتلبسها لما بتطلع علي أنا كعربي، وأكتر كمان كعربي مسلم أو كمسلم. طيب. هلأ إحنا هون أنا بدي أبدأ بالأول، خلينا نعرف بس إيش هو الستيريوتايب أو إيش هي الطريقة اللي الناس بتصير فيها تعمل، إيش قلنا دكتور جمال الستيريوتايب النمطية؟ الصورة النمطية. يس الصورة النمطية. إيش ليش هو بصير في هيك إشي؟ هي الناس بتحاول عادة إنها تكون فكرة أو صورة عن جماعة معينة. هاي الصورة ممكن تكون صحيحة ممكن ما تكون صحيحة، بس عادة لما منقول stereotype أو صورة نمطية بتكون شغلة سلبية، مثل إنه الناس عندها معلومات غير صحيحة مغلوطة، وهاي المعلومات بروحوا بكونوها على كل المجموعة. ياريت إنه مثلاً شخص واحد مثلاً إذا حدا عربي مثلاً عمل إشي مش كويس بصيروا كل العرب منن كويسين، إذا مسلم راح قتل حدا زي ما عم نسمع هلأ مع داعش وغيرها بين بقولك كل المسلمين دهنونا كلياتنا بصورة واحدة. Next slide دكتور جمال please. So هذا التعريف مهم، ليش هلأ الناس بتعمل هيك؟ أو بليز كليك اون ات الظاهر لأنه I have أكثر من صورة جايين. الناس ليش بتعمل هيك؟ علشان مجموعة معينة تحس إنها هي أحسن من المجموعة الثانية، فبصير في مجموعة فوقية ومجموعة أقل وزن. فعهالحال في نوعين أهم شيء نعرفه، في نوعين من الصور النمطية اللي إحنا ممكن نعملها. الإنسان بياخد فكرة أول ما أنا أحكي عربي، يعني أنا لما بدرس على إحنا العرب أول شيء شو بقولوا لي الناس أو الparticipants؟ شيوخ، أغنياء، الستات maiden like هيك زي الحريم تبع السلطان، and terrorist. أظن في صورة تانية للterrorist دكتور جمال. لإرهابي. والشغلة التانية إنه بيخربطوا بيننا الكنديين، ما بيعرفوا إنه مش كل المسلمين عرب ومش كل العرب مسلمين، فهاي الشغلة كمان بتخلق confusion لما بيجوا بدهم يتعاملوا معنا كعرب. اللي بعده شكرا. هلأ في نوع تاني من الصورة النمطية، غير إنه إحنا الـ 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 الفكرة اللي عطول بناخدها الإدراك تبعنا، إشي اسمه confirmation bias أو اللي هي الصورة النمطية التأكيدية، مثل اللي بتعمله الإذاعات والتلفزيونات والميديا ضد العرب. وإحنا اليوم زي ما حكيت هنحكي بس على هوليوود، وأنا حطى لكم صورة عمر الشريف لأنه هو طلع بفيلم مشهور كتير لورنس أوف أريبيا. صحيح. اكزاكتلي. فخلينا نشوف كيف هوليوود عم تعمل التأثير تبعها علينا وضدنا كعرب. اوكي. أول إشي بدي أقولكم إنه شغلة هوليوود المهم من كل هذا السلايد نعرفه منا شغلة جديدة ولا شغلة بدت بعد سبتمبر 11 أحداث 11/9. لا ليكو، هيدي هون عم بتورجينا الإحصائيات والدراسات من سنة 1894 لل 1960 كان في already أفلام طالعة علينا. أنا عجبتني الصورة اللي حطيتها دكتور جمال بالإعلان لأنها من الصور الأفلام القديمة، وكيف كانت كيف كان العربي فيها يطلع مجرم دائما، الوظيفة تاعته مجرم بهداك الوقت. أنا عم بحكي يعني دكتورة أنا بس بدي أقطعك هون من الصورة اللي حطيناها اللي هي من ذا شيخ اللي هو أو الشيخ، مش الشيخ الإمام معناه الشيخ اللي معاه مصاري. الفيلم هذا يعني حقق إيرادات كبيرة وبين فيه واحد عربي بحب واحدة بيضاء
ويلهث وراءها من أجل حب الجنس بشكل فظيع وبنقذها واحد أبيض وبطلعها من الهم هذا. طبعاً exactly. ما هي هلأ حنشوفها واحدة من النمط أو الأنماط اللي كيف هم صوروا العرب فيها حتى هون هلأ بالوقت المعاصر. يعني أنا حطيت إنه هون على بالأيام زمان عملونا مجرمين، هلأ بالوقت المعاصر شو عملوا؟ بحطونا كعرب ومسلمين إنه إحنا متخلفين رجعيين، إنه إحنا ما عنا إنسانية، إنه إحنا شياطين. وطبعاً حكاية إنه العربي لأنه التصوير كلها شيوخ، الشيوخ مش الإمام أجين بنحكي، شيوخ الخليج أو شيوخ القبائل، إنه هم وكل. أنا عندي فيديو كمان كتير حلو بس لضيق الوقت ما قدرت أحطه اليوم، بورجي كيف كلهم بلهتوا وراء البنات الشقر والعيونهم زرق وبرموا فلوس عليهم بالهبل. فكمان عم بصورونا بطريقة إنه إحنا ناس بس ما عنا بنفقد وراء الرجال للجنس ولا الستات الأجانب. بعدين بنقول هلأ خليني أحكي لكم عن بعض الأفلام. هلأ دكتور شاهين لبناني أمريكي مسيحي قعد من سنة درس أفلام فوق 900 فيلم. 900 فيلم هدول اللي درسهم كانوا من الأفلام اللي طلعت من 1896 لغاية 2001، وطلع منها بكتاب وعمل اللي انتو بتشوفوا صورته هون Real Bad Arabs، كيف هوليوود عم بتطلع وبتمثل صورة العرب. فعامل كمان إذا بتحبوا بنفس الاسم documentary، في فيلم وثائقي كمان على الموضوع هيدا. فلما بنطلع عليه خلينا نشوف كيف إحنا بوجه العالم كلياته هوليوود عم بتبيننا. عنا من 900 فيلم دكتور جمال وأعزائي المشاهدين، عنا 12 فيلم اللي أعطوا صورة إيجابية عن العرب من 900 12 دكتور جمال، و50 أعطت يعني measure of balance إنه كانوا متوازنين، لا هم حكوا شيء كويس علينا ولا ساؤلنا. فأتليست I'll take أنا هاد أوكي. السلايد اللي بعده لو صح. هلأ شو الصورة دكتور شاهين اكتشف؟ إنه بكل الأفلام من كل الدراسات تاعته إنه الماجوريتي أو العرب كلياتهم الهوليوود بتصنفهم تحت 5 أصناف. الصنف الأول اللي هم الأوغاد، الشيوخ الثاني، ميدن اللي هم الستات اللي هم إحنا خاضعين للرجال وبس حريم وموجودين لخدمة الرجل، اللي هو الجواري. الجواري بالعربي، الجواري exactly thank you، عم بحاول أتذكر الاسم العربي، جواري، ومصريين وفلسطينيين. هدول الخمس شخصيات اللي بتلاقيهم بالأفلام. 95% منهم بتمسخروا على العرب طبعا المصريين، وبعملوهم كمان انه الناس ما عندهم انسانية، بجردوهم من الانسانية. هلأ اذا اوكي اذا شفت عربي ولابس وشيخ وwhatever فاين بعرف، بس شوف المفاجأة الكبرى، العرب طلعوا ب 250 فيلم ما إلها دخل لا بالعرب ولا بالميدل ايست من اصله، بس حطوهم exactly بحطوهم بادوار عشان يمهدوا لمين؟ للوغد او الوحش هذا المجرم اللي قاعد بس طالع ويقتل بالناس. سو اللي بعده دكتور جمال لو سمحت. سو شو بقول دكتور شاهين؟ دكتور شاهين توفى هلا، بس هو شو بقول؟
we have replaced the red threat with the green threat, namely Islam. فحضرتك قبل شوي حكيت كيف إنه أول كنا عم نحكي على الشيوعية والاتحاد السوفيتي. فدكتور شاهين عم بيقول إنه إحنا الأفلام تاعت هوليوود بدلت اللون الأحمر أو الخطر الأحمر بالخطر الأخضر اللي هو الإسلام. اللي بعده. أنا actually قبل ما أفوت بهدول بدي أقول لك شغلة دكتور جمال حتنصدم فيها. So دكتور شاهين ليش بدأ كل هذا الحكي؟ أولاده وهم صغار كانوا عم بتفرجوا على فيلم علاء الدين. علادين. والسين اللي موجودة فيه إجت بنته بتقول له لدكتور لبيا إنه عن جد هيك إحنا العرب هيك بحكوا عنا. فأحكي لك الغنية، أنا هحاول أترجمها على طول بالعربي عشان ما ناخد وقت. هلأ الغنية غيروها على فكرة، بس برضو لسه موجودة على يوتيوب، وقبل اللقاء تاعنا رحت دورت على الليركس ولقيتها موجودة. وأكتر شيء كمان صدمني بالتعليقات تاعت الناس، مبسوطين كتير على الفيرجن القديمة وما حدا على الكلمات الجديدة اللي حقرأ لك إياها هلأ. سو شو بقول له بالغنية بأريبيان نايتس بالفيلم، بحكي أوه أنا جاي لكم من مكان أرض بعيدة كتير، الأرض هاي فيها قوافل من الجمال، وين الأرض شوب كتير نار على الآخر، وإيش فيها من هذا المكان where they cut off your ear، إنه هن بقصوا دنيكم إذا ما عجبهم شكلكم أو الوجه تبعكم، و it's barbaric، إحنا بربر، and but hey it's home، بس هذا بيتهم وهيك بتصرفوا. فمنها دكتور شاهين بدأ الرحلة تبعت إنه هو يتطلع ويبقى أدفوكيت للعرب والستيريوتايبينج وكيف الناس بتطلعوا فيها على العرب، وعمل دراسات كتيرة. وكمان هلأ حأرجيكم دراسة بعدها من بعد إلى دكتور شاهين. So خلينا بالتعليقات دكتور يعني جمال اللي بتقول يمكن هلأ تلاقي حدا يقول إنه هذا discrimination، هذا ما بصير، هلأ politically incorrect ما بصير. No، ما في حدا، كله بقولوا حابين الفيرجن القديمة تاعت الغنية أكتر، لأنه هلأ بالفيلم الجديد أموها هذا المقطع اللي بقطعوا دنين الناس العرب. أوكي. خليني أورجيك هلأ هيدول الأفلام. في دراسة كمان انعملت ماجستير وحللوا فيها الأفلام، أخذوا مقاطع منها تيشوفوا كي شو الصورة تاعت العرب. إجا عنا True Lies اللي حكينا عليه، Executive Decision، The Siege كلنا شفناه صح، The Mummy شان الله Mummy كل هدول صح، كلهم شفناهم هيدول. So هلأ لما بتطلع على الأرباح تبعتهم، ليك شو عم نحكي إحنا؟ شو دكتور جمال لو سمحت فيك ممكن أيوة تخفي لي، لأنه أظني اكبس الزر للسلايد اللي بعده حيطلع البادجت أنا حطاها. أوكي. سو لما بنحكي على البادجت، البادجت تاعت الأفلام اتطلعوا قدي من 60 ل 110 آلاف دولار. That's it. الأفلام هاي انعرضت ب 2500 ل 3200 فيلم بالعالم. سوري تياتر بالعالم. الأرباح طلعوا شو عم نحكي من 60 لحتى لو قلنا 100 ألف من شان الله، ليك الأرباح بالملايين بالملايين. Of course. ومين بكل هاي الأفلام المجرم الوغد على قولتهم؟ عربي مسلم وفلسطيني، واحد من هالثلاثة. فاللي بعده دكتور جمال، فهلا أنا عم سوري مش عم بقدر التعليقات بس عشان بدنا بديش أخذ من الوقت. هلا لو منطلع أنا بس حطيت سلايد لواحد منهم الأفلام True Lies،
برسالة الماجستير هاي حللوا بعض من المشاهد. تعال نشوف كيف العربي بيطلع بهاي المشاهد. Acts of aggression اللي هي العنف 76% قول 77%. أوكي؟ عداوة إنه هو عدو عنيف وبعتدي دايما على الناس كمان 76%. لما نروح إيش الارتباط بين العرب والإرهاب؟ 82% من المشاهد توحي للي بيشوف إنه العربي إرهابي. تعال نروح victimizer. victimizer إيش يعني دكتور جمال؟ اللي بيأذي الناس، صح؟ هيك المؤذي. يس المؤذي يعني. ال victimizer اللي مؤذي. تخيل 94% الفكرة الناس كلها اللي بتطلع علينا إنه إحنا منأذي، بس لما تطلع أي فيلم إنه إحنا ال victims إحنا الضحايا 23%. So do you think الناس اللي عم تحضر الأفلام هاي اللي عم تعمل فلوس بالبلايين ويجي يطلعوا، هل حيتعاطفوا معنا لما إحنا نقول لهم إنه إحنا ضحايا أي إشي؟ لا. لا طبعا، لأنه كل الفكرة عنا اللي عم نشوفه هون. I think هاي ده آخر سلايد، right? Yes. So هلأ أنا ممكن إحنا فأنا ليش اللي بدي أحكي فيه النقطة الأخيرة اللي أنا كمان بديت فيها، الوعي والإدراك هاد هم هوليوود شاطرين. لما بيحكوا بيلعبوا بعواطف الناس، فبتلاقي البطل زي ما أنت حكيت هلأ دكتور جمال على الكليب من الفيلم، right؟ بحطوا لك إياها بأنه أوه حدا جاي ينقذ البطلة وجاي مش عارفة إيش وفي ناس ضحايا حتموت وهيك، فبيلعبوا بعواطف الناس. حتى هم لو ما حكوها دايركت، وهم ما بيحكوها أصلاً على طول مش بكل الأوقات، الناس بالعقل الباطن تبعها الغير واعي، العقل الغير واعي بتصير هي أول شغلة لما تشوف عربي هاي الصورة اللي بتيجي عطول بالعقل الواعي. طبعاً أنا بس حابب أضيف شغلة، إنه للأسف هوليوود بالذات لعبت دور كبير في نشر بعض الأفكار المسمومة، سواء بدت بالألمان خاصة بعد الحرب العالمية أو بالاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، الآن عم تتجه إلى الصين، السود، العرب المسلمين، وللأسف الكبير الهنود الحمر اللي عانوا معاناة، وإحنا من الناس اللي كنا نشوفهم بربر بنفس الأفلام. وبالتالي يعني هذا الموضوع كبير جدا، إحنا اليوم بس أعطينا مفتاح له. صح صح دكتور جمال. هلأ على تعقيبا على كلامك، واحدة من الدراسات اللي طلعوا على كل التاريخ والأفلام لقوا العرب، right؟ بس لما رجعوا لورا لقوا قبلنا إحنا، قبل ما يستلموا العرب استلموا مين أفلام هوليوود؟ زي ما حضرتك حكيت الأمريكان أفريكان السود، بعدين مين؟ اليابانيين، تتذكر وقت الحرب. فهم ليش بيعملوا هيك؟ عشان يلاقوا سبب للمستريتمنت، إنه ما يعملوهم كويس، إنه يضطهدوهم، إنه يعملوا اللي بدهم إياه، فبكون عندهم مبرر والناس بتتعاطف معهم. فلما تيجي الحكومة مثل لما بوقت الحرب حطوا الناس بكونزرفيشنز واليابانية وشو عملوا فيهم والسود وهاد، مين بده يجي يقول لا؟ لما أنت بتعبي الشعب باتجاه معين، بتمشيهم بدايركشن معين اللي يؤدي لأنه يساعد الحكومة تعمل اللي هي بدها إياه. طيب طيب، للأسف يعني هاي النمطية. إحنا حنحاول نستضيف الدكتورة رجاء مرة تانية، نكمل الموضوع في ما هي الحلول، ما هي الطرق اللي ممكن إحنا كجالية أن نقوم فيها، وخاصة إحنا موجودين في نورث أمريكا، وما نحكي إنه ما عندنا حلول، لا، لازم نجد حلول ولازم نظهر أنفسنا. إن شاء الله حتكون معنا الدكتورة في حلقة قادمة قريبة جداً نتكلم فيها عن هذه الحلول. دكتورة أنا بدي أشكرك شكر جزير، البرزنتيشن اللي عملتيه عليه
big work. أنا عارف موضوع كبير، وأنا بدي أسمع من الجمهور، حضرني أشوف التعليقات، والدكتورة برضو حنشوفها، وإن شاء الله الحلقة القادمة حنقدر نتكلم أكثر عن الموضوع. دكتورة آخر دقيقة بعطيك إياها إذا حابة تحكي أي شيء. أول شيء أنا بس بدي أشكرك كتير كتير على على إنه استضافتي، وعلى إنه إحنا قاعدين نحاول ننشر التوعية بالمجتمع العربي والمجتمع الكندي، لأنه مهم كتير نشتغل على الجهتين، إيد واحدة ما بتزقف، إحنا كلياتنا لازم ننضم لبعض ونكون قوة واحدة علشان نقدر نوقف ضد أي إشي بيجي طريقنا مش عن قصد. حتى هلأ الناس هلأ بكندا، كندا ما بتيجي بتعمل قوانين مخصوصة ضد حدا معين، بس هن من الميديا هي اللي بتغسل دماغ الناس، وبصيروا الناس ما بيفكروا فيها، بتصير تلقائيا الشغلة. فإحنا هذا الشيء لازم نفهمه كمان، وإحنا كمان بنفس الطريقة I think إن شاء الله دكتور جمال إذا بحلقات قادمة نحكي إحنا كمان عن الطريقة اللي إحنا الصورة النمطية تبعتنا للكندي، أكيد هذا هذا هي شارع بيمشي بطريقين مش بطريق واحد بس. شكرا كثير، نشكركم جميعا. شكرا كثير دكتور رجاء، شكرا للجميع، تصبحوا على خير، نراكم في حلقة قادمة. سلام للجميع. باي باي، مع السلامة.